صباح الخير مشاهدينا، نهار جديد وتوقعات أبراج جديدة. بس أما أبلش بالأبراج 12 رح أخبركن عن صفات مواليد برج الجدي تابعين للعشرية الأولى. بينقسموا مواليد برج الجدي لثلاث مجموعات، تسمى كل واحدة منهم بعشرية أو ديكان، والعشرية أو المجموعة الأولى بتمتد من 21 حتى 31 كانون الأول. بيتمتع مواليد هالمجموعة بصفات معينة بتميزون عن غيرهم من هالبرج، فبيتميزوا بطبيعتهم العملية وبيحطوا كل تركيزهم على عملهم، ما بيخلوا يكون في أي عائق قدام وصولهم لأهدافهم. بارعين بتحمل المسؤولية قد ما كانت كبيرة، اقتصادية، وبيعتلوا هم وضعهم المادي دايما. بحبوا الاستقرار أكثر من أي شيء تاني. طولوني بكرة أخبركن عن صفات مواليد برج الجدي التابعين للعشرية الثانية، وهلأ نبلش أبراجنا 12 مع برج الحمل. يوم ناجح وممتاز من كل النواحي، جو مليء بالإيجابية مسيطر، ما في شي بيعارق لك تقدمك، وبتحصل على المكافأة والتقدير من رؤسائك. أما عاطفياً مرتاح بعلاقتك العاطفية، بس أمر معين بيأثر سلباً على هالعلاقة وعلى أسلوبك بالتعاطي مع الشريك. برج الثور بتطرح اليوم الكثير من الاقتراحات يلي بتلاقيها مفيدة للشركة يلي بتشتغل فيها، وبتستعين ببعض الأشخاص يلي عندهم خبرة بمجال عملك، الأمر يلي بيساعدك على التقدم. أما عاطفياً بتعيد النظر بعلاقتك مع الشريك وبسلبياته. برج الجوزاء بتبحث عن شخص بيساعدك بتمويل استثماراتك الجديدة، فأنت عم بتحقق نجاح كبير من خلال مشاريعك ومن خلال أفكارك يلي عم بتلاقي إعجاب المحيطين فيك. عاطفياً وثق بالشريك أكتر، ما تشك فيه وتكذب له أكلامه. برج السرطان الحظ مرافقك اليوم، أنت شخص محبوب بمجتمعك وبعملك ومحط ثقة المحيطين فيك، فالكل بيوثق بقدراتك وبيستشيرك بأمور كثيرة. أما عاطفياً الشريك بغار من اهتمام الكل فيك، فجرب تتفهمه. نكفي أبراجنا مع برج الأسد، مشاكلك هالأيام عم بتزيد، جرب تحلها وما تترك شي لبعدين أحسن ما تكتر تعقيدات بحياتك. بتواجه صعوبة بحل أمورك الشخصية، ما تحط اللوم على الشريك، وانتبه على تصرفاتك مع الأشخاص المهمين بحياتك. برج العذراء هالفترة لازم تضل عقلاني ومنطقي بأفكارك، ما تبتعد عن محيطك وحاول تستمع لأفكارهم ولآرائهم، خليك متفائل دايماً وخطط للأفضل. أما عاطفياً الحب يدخل حياتك من جديد وبيزد لك الفرح والأمل. برج الميزان المواجهات والأزمات كثيرة بعملك، بس ما تسمح لهالأمور تخليك تفشل، حاول تحافظ على هدوءك وما تستسلم. عاطفياً الشريك عم بيزعجك هالفترة وأنت مستغرب من تصرفاته الغير اعتيادية معك. برج العقرب طموحك ما له حدود، فأنت عم تنتقل من مشروع لتاني وعم تتقدم بلا توقف، خليك مثابر وقدم أفضل ما عندك لعملك، بس ما تكون متكبر وأناني وحافظ على علاقاتك الاجتماعية. أما عاطفياً ما تعاتب الشريك كتير وإلا رح يبتعد عنك. برج القوس ما تغامر من أجل أمور تافهة، لأن ممكن تنعكس عليك سلباً وبتدفع ثمن اندفاعك الغير مبرر. أما عاطفياً تقديم المساعدة للشريك أمر مهم كتير وبيخلق ارتياح بيناتكم. برج الجدي نهارك اليوم ما رح يكون مثل ما أنت بدك، بتواجه مشاكل وين ما تروح وبتحس إنه الكل عم بيشتغل ضدك، ما تتصرف أي شي غلط وحافظ على هدوءك. أما عاطفياً الشريك عم بيزيد الأمور صعوبة على حياتك، فترة وبتمرق الأيام يلي جاية رح تكون أفضل. برج الدلو ما تنغش بصفقات وعروض عمل جديدة، لأن نجاحها مش مضمون وبتعرضك لخطر الخسارة وخاصة الخسارة المادية، فكون واقعي بكل قرار بتاخده. عاطفياً علاقتك بالشريك ممتازة، فهو الشخص يلي بترتاح معه أكتر شي. نوصل لآخر برج معنا، برج الحوت. الأمور معرقلة شوي، رح تواجه صعوبة بالالتزام بجدول الأعمال يلي كنت حاطه، الأمر يلي بيجبرك على تغيير المسار يلي كنت ماشي فيه للوصول لأهدافك. أما بحياتك الشخصية بتواجه بعض المشاكل يلي ما كنت حاسب لحساب، فبتضطر تاخد قرارات مصيرية. بالنسبة لمولود 20 كانون الثاني، فهو واضح وصادق كتير، بيبتعد عن المشاكل، عادل وغير متهور بحكمه على الأمور. بينزعج كتير من الخداع، ما بيعرف حل وسط ومستعد دايماً للمواجهة.
صامت وهادئ بيزين كلامه وبيدرس قراراته، ناجح وبيسمح للفشل يدخل على حياته. من مواليد اليوم ممثلة عارضة الأزياء والمصارعة المحترفة جاي جيوفاني. ولدت جاي عام 1978 بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت مسيرتها المهنية كعارضة أزياء وربحت عدة مسابقات بهالمجال. بدأت شهرتها بس انتقلت لبطولات الـ WWE، وكانت أول رابحة لجائزة النساء عن فئة روكي ديفا، كما أنه ظهرت جاي بالعديد من الإعلانات التجارية. هذا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعضه MTV Live مع Let's Dance.